انهيار العملة الوطنية جريمة حوثية جديدة، وصف حكومي لتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهي جريمة تثبت كما يقول رئيس الوزراء أحمد بن دغر بأن الحوثيين لا يريدون أن يثبتوا ولو لمرة واحدة أنهم يمنيون. خشي الحوثيين من قرار حكومي يلغي بعض الطبعات القديمة بعد أن اكتنزوها، لقد وجهوا طعنة قوية لخاصرة الريان وأضغطوا وأضعفوا من ضعفه. رئيس الوزراء خلال كلمته في ورشة عمل مخصصة لمناقشة آليات تعزيز الاقتصاد اليمني أكد أن ميليشيا الحوثي ضخت نحو 200 مليار ريال للسوق السوداء واستبدلتها بعملات أجنبية، متهماً الميليشيا بنهب احتياطي البلاد من العملة الصعبة وما يقرب من 2 تريليوني ريال. الورشة الاقتصادية التي حضرها بعض الوزراء وممثلو المؤسسات النقدية الدولية ناقشت التوجهات المالية لإنقاذ الريال، وقد دعت الحكومة نفسها والتحالف وممثلي البنوك والمصارف إلى العمل المشترك الذي يضمن ذهاب المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي. كان من الملاحظ أن مجمل الآراء والأفكار التي طرحت في ورشة خصصت لدعم قرار الحكومة الأخير لم تتجاوز بحسب متابعين توصيف الحاصل وصياغة مقترحات من مؤسسات نقدية مهمتها تنفيذ الحلول وليس اقتراحها، في الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن نفسها من تهمة التفرج عن انهيار العملة، وأكدت أنها اتخذت الكثير من الإجراءات العاجلة منها رفع سعر الفائدة وتوفير غطاء للاعتمادات المالية. إننا أقدمنا على خطوات مدروسة واستخدمنا آليات مجربة ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية. الورشة التي تمت برعاية الحكومة اعتبرها مراقبون تعبيراً عن حالة توهان رسمي يدل على أن الحكومة ليست بصدد وضع حلول حاسمة لبلد يواجه انهياراً كارثياً، فوضع خطير كهذا يلزم وفق سياسيين تواجد الحكومة في الداخل بدل بقائها في الفنادق كحكومة نوارس مهاجرة.